الغرض منها فعلا التعريف بالإنتاج المتاح وخاصة الجديد منه الذي سيساهم في تحقيق أحسن النتائج العلاجية. أولا، ضرورة تكوين فوج عمل على مستوى الإدارة المركزية في أسرع وقت تتكفل بدعم برامج تطوير تكنولوجي في الصحة. ثانيا، تحضير خطة عمل قطاعية على المدى القصير تهتم باختيار مشاريع البحث بالتعاون مع القطاعات المعنية لتكون سندا للباحثين وإطارا للبحث في هذا الميدان.